ظلال الأنوار، الأنوار كما قال في الحديث هي ورب الكعبة نور يتلألأ، ظل عرش الرحمن جل وعلا، السبع الذين يبون في ظل عرشه، ظل ظلال الأنوار تجليات الإلهية بتظللهم دائما في ظلال، على الأرائك، على الأرائك متكئون، أرائك أم أريكة يعني السرة، هلا أقول تخت يعني السرير يعني، لكن السرير الاسم أريكة السرير إذا كان له فراش لين، ها فراش لين ناعم هذا اسم السرير، أما إذا كان ما له سرير عن دفات وخشبات لا لا هذا مو سرير، أنا اللي بقى على بتكسر السرير، لا لا على الأرائك يعني أسرة وعالية ولينة وطرية، وأيضا من استبرق بطائنها من استبرق إلى آخره، يعني هذه دار ضيافة رب العالمين، ضيافة الله يعني إيش أنت عم تصور يعني؟ قال على الأرائك متكئون